السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة معرفة الرمز البريدي للمدينة المنورة، وفي نفس الوقت ازاي نعرف البريد الإلكتروني لأي مكان في السعودية، وكمان مش هنعرف كمان الرمز البريدي للمدينة المنورة نفسها بس، لا لأي منطقة في المدينة المنورة. نخش في الشرح على طول. زي ما احنا شايفين الموقع ده قدامنا، رابط الموقع دايما هنلاقيه أسفل الفيديو في الديسكريبشن إن شاء الله. اول حاجه لما بيجي لك معرفه موقعك اعمل له سماح، لان ده بيسهل عليه ان هو يحدد موقعك. جوجل الموقع يحدد موقعك، تقدر ان انت توصل بسهوله للرمز البريد الخاص بك. يبقى نضغط سماح هنا. تمام، شايفين احنا كلمه البحث المتقدم دي بنضغط عليها، ومنها بنلاقي اربع خانات هنا: البحث بالعنوان، الخدمات، الاحداثيات، مكاتب الخدمات البريديه. انا هنا هختار مكاتب الخدمات البريديه، ومنها هختار هنا في كذا حاجة اختيارات زي المنطقة زي المدينة وخيارات الكل. هختار أول حاجة المنطقة، احنا قلنا عايزين محتاجين المدينة المنورة، انت بتختار المنطقة اللي تناسبك. انا هختار المدينة المنورة، كلام جميل. وبعد كده هختار من المدينة، هختار وليكن انا عاوز المدينة المنورة نفسها، هختار المدينة المنورة نفسها، ممتاز. بعد كده خيارات اللي هي المناطق، انا محتاج ايه هنا؟ مراكز البريد المركزية والرئيسية، ولا صناديق الإيداع، ولا مكاتب البريد المحلية. وليكن أنا هختار المركزية أو الرئيسية. هضغط كده أقول له بحث. زي ما احنا شايفين كده، بمجرد ما بحثنا في المدينة المنورة بيظهر لنا المدينة المنورة كلمة بحث. ممتاز، زي ما احنا شايفين. طب أنا لو قربت كده مثلا المنطقة أنا عايزها هنا في المدينة دي، المدينة المنورة بشكل عام مناطقها، وليكن مثلا عايز مكان جبل أحد مثلا، أروح ناحيته كده. مجرد ما بروح ناحيته بلاقي، خلي بالك، بلاقي هنا جبل احد، حي جبل احد، وجنبه رقم اللي هو 42323 او 42323. ده اللي هو البريد او الرمز البريدي لحي جبل احد في المدينه المنوره. جرب مثلا مكان زي الخيمه مثلا، لو دخلنا عليها كده كلام سليم، هنلاقي دي منطقه الخيمه في المدينه المنوره. تمام، او مدينه الخيمه في المدينه المنوره. طب لو انا رحت مثلا على اي منطقه منها اقرب كده بس، ومجرد ما اقرب، ولكن مثلا من منطقه القادسيه مثلا على سبيل المثال، مجرد ما اقف عليها كده واقرب لها، الاقي ان اتكتب لي فوق كده حي القادسيه الرمز البريدي بتاع 464116. تمام، يبقى دي بكل سهولة ازاي ان انا اقدر اوصل للرمز البريدي لاي منطقة في السعودية بشكل عام. ولكن احنا هنا بنتكلم عن المدينة المنورة. نروح للمدينة المنورة تاني كده. تمام، اقول له بحث منطقة المدينة المنورة، نروح عليها. يعني هنا مثلا في منطقة المدينة المنورة جاب لي حي المصانع 42313، وليكن مثلا أبي عبيدة الجراح لو رحنا عليه كده، أو حي بضاعة، لأن إن هو 42311، وهكذا. أنت بتقدر تحدد بالظبط الرمز البريد الخاص بمنطقتك بشكل دقيق جدا جدا جدا. أتمنى يكون الشرح واضح وسهل. لو الفيديو عجبك اعمل له لايك، لو عايز فيه غيرك اعمل له مشاركه. لو مش مشترك معانا على قناه دكتور كمبيوتر اتمنى تكون مشتركين معانا. ما تنساش تفعل الجرس علشان تتابع جديدنا وعشان تشجعنا على المزيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.